مرحبا يا أصدقائي، أنا اسمي حسن. ما رأيكم أن نختبر معلوماتنا؟ سأطرح عليكم 8 أسئلة، وعليكم أن تجيبوا على كل سؤال في مهلة قدرها 10 ثواني. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. السؤال الأول: أين ولد الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثاني: من هي أم الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال الثالث: من هو أبو الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الرابع: من هي زوجة الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الخامس: ما هو لقب الإمام علي المختص به؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال السادس: متى استشهد الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال السابع: أين دفن الإمام علي عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال الثامن: أكمل حديث الرسول: أنت مني بمنزلة هارون من؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.